مشاهدين مرحبا بكم. مناسبة العطلة الربيعية كنقترح عليكم هذا التحقيق بخصوص أماكن الترفيه بالمحمدية اللي نقدر نقوله هي منعدمة تماما. كما كنشوفوا هاد الأطفال اليوم كنقترح عليكم واحد من الأماكن اللي كاينة هنا في العالية. كما كتشوفوا معنا الأمهات والأبناء ديالهم، يعني كنلاحظوا الافتقار واضح في الأماكن الترفيهية بمدينة المحمدية. في ناس كنت احنا كنتمنوا من الله يكونوا عندنا احنا كيف في مدينة الرباط، كنا عندنا تيرانات، كنا عندنا شي تاع الغازو بحال مدينة الرباط. احنا بغينا محمدية شي تولي كيف اي مدينة، لهذوك المدينة المعروفة. تمناو وكنطالبوا من المسؤولين انهم يديروا لنا شي اماكن اللي الناس تلقى راحتها فيها. هاد الحق الحديقة زوينة ولكن خاصة الاصلاحات، بحال الكراسي خاصهم يتقادوا، خاصهم يديروا لنا لابوبيل ديال رامي الاسبان. المرا كي جالسه في هذيك الطريقه ما كاينش شكون كيفاش تجلس حشومه. او في غياب متنافسات بمدينه المحمديه خاصه خلال عطلتي الربيع والصيف، يقضي جل الاطفال وشباب المدينه اوقاتهم مكسوفيه ليدي، وبالتالي البقاء في منازلهم. نظرا لانعدام فضاءات تتماشى الكثافه السكانيه المتزايده بمدينه المحمديه، اليوم موضوع ديالنا اليوم حول الاماكن الترفيه بالمحمديه اللي هي كما كنشوفوا من عدمه. نبغوا نعرفوا الراي ديالك. واش نقول لك، زعما ما كيلقاو فين يلعبوا في هاد الحفاري، وزعما واذا الاطفال ديالكم معرضين للخطر بسبب هاد الحفاري. ايوا حنا كنحضوا معاهم وصافي. الكلمه اللي تبغي توجهي للمسؤولين، واش غادي نقول لك؟ الله يهديهم يصوبوا لنا هادشي ويصوبوا لهم مكان فين يلعبوا وفين يعني هادو راه بحال وليداتهم، خاص معصاب الوليدات. زعما حتى هما كيبغيو حتى هما يفوجوا وبغيو زعما يشوفوا الطبيعه ويشوفوا الزعلولات ويشوفوا. معنا مواطن، يعني نبغيو نعرفوا الراي ديالك. الدريه ديال بنت والديني كتلعب هنا وتزلقات، ما كاين ما عرف كيلعبوا الكره ولا والو. بعد ما انا كنكون غادي في زناقه عادي بلا داك، كنلقى الدراري شنو دايرين، شادين طوارو ديال الزبل ودينا واحد بوطو من هنا بوطو من هنا وكيلعبوا الشانطي. اذا الكلمه ديالك المسؤولين. واش نقول المسؤولين؟ يقوموا بالواجب ديالهم. محمدية راه المدينه الاولى في المغرب، سمعتي تمتى واحد السمعه مرموقه من الفزينات. شوف راه هي الاولى كاع، شوف محمد راه هي الاولى. انا نقول لك انا مشيت بوزنيقه نيت البوزنيقه ولا بسليمان، غير بسليمان كتلقى واحد المرافق زعما كاين جرادي ومعتنين زعما بالشارع، مدن صغيره جدا. ونطلبوا من هاد المسؤولين زعما يصوبوا لنا دعم. جدير بالذكر ان المدينه تعرف تواجد بعض المساحات العموميه الخضراء، الا ان الملاحظ ان الساكنه هاجرت هذه الفضاءات منذ زمان. ذلك ان الحدائق العموميه التي كانت تعد من اجمل الحدائق التي تفتخر بها المحمديه في ازمنه سابقه، تعرضت في السنوات الاخيره لاهمال ونسيان من طرف المجلس البلدي بالمحمديه. رغم الميزانية الضخمة التي رصدت لها في مجال الصيانة وإحداث حدائق جديدة. المؤسف أن في العالية المحمدية كاين مسرح وكاين دار الثقافة، والأطفال بالنسبة لما يخص مسرح الطفل ما كايناش ممارسات وما كايناش أنشطة تنشط الطفل الطفل الهاوي المسرح. والمنفذ اللي هو الوحيد في المحمدية للترفيه هو المسرح، وللاسف دائما مغلق. بالنسبه للالعاب الاطفال ناقصه شويه، وما كاينش النظافه وما كاينش المحافظه على البيئه بالنسبه للحدائق، وهذا هو المشكل. اعزائنا المشاهدين، معنا طفله من مدينه المحمديه اللي بغينا نعرفوا الراي ديالك في اماكن الترفيه المحمديه. اماكن الترفيه ديال المحمديه ما كاينينش بزاف، القليل كاين دار الشباب، وفي المدارس كيكون الانشطه وسميش كاين ماشي بزاف. دار الشباب ما بقاش داك يعني باش كيخدموا معاك بجهود وباش كيكونوا الحفلات بزاف وداكشي كامل ما بقاش. كما كتشوفوا في الصوره كنشاهدوا هاد الكلاب
الكلاب اللي صراحه كتاثر سلبا على السكان وعلى الناس وعلى الطبيعه خاصه. وكنطالبوا من المسؤولين صراحه يقوموا بالواجب ديالهم وحيدوا لنا الكلاب وخلوا لنا في الناس فين نرتاحوا وفين. وعاوتاني ما كنساوش ان هذا المسرح اللي هو صراحه مسرح قديم وعنده سمعه في مدينه المحمديه وخاصهم يحيدوا لنا الكلاب ويديروا لنا الدراري فين يلعبوا وفين يدوروا شويه. فمعظم حدائق المحمديه لا اناره عموميه ولا عنايه بالشجيرات والورود التي غابت عنها الاشراق بعد ان حرموها من المياه. لا حارس بالنهار والليل ولا كراسي. راه يديري انتما كما كتشوفوا هاد الحديقه راه من يعني تعمر سنين ومع كامل الاسف لا تفي المطلوب والتجهيزات يعني ناقصه بزاف. ما كيجبروش يعني الاطفال فين يفرغوا داك المواهب ديالهم. ثم قله النظافه. فقله النظافه يعني حديث ولا حرج. كنطلب المسؤولين باش يلتفتوا شويه للاماكن خصوصا مدينه المحمديه معروفه يعني بالطابع السياحي ديالها. يعني قبل ما هي ثاني او ثالث مدينه من ناحيه المداخيل. فكنتوجه للمسؤولين باش يلتفتوا شي شويه لهذا الجانب هذا ديال الحدائق العمومية بالمحمدية. معظمها تحولت إلى قبلة لقطاع الطرق والمتشردين والمدمنين على الخمور والمخدرات. ففي هذا السياق عبر عدد كبير من الأطفال وأولياء أمورهم في تصريحات لمحمدية بريس الأطفال عن استيائهم وغضبهم من انعدام أماكن وفضاءات للعب الأطفال، حيث الجميع أجمع وبنفس النبرة على غياب بل انعدام أماكن ترفيه بالمدينة، وبالتالي غياب أماكن يقضي فيها شباب المنطقة أوقات فراغهم بما سيعود عليهم بالتسلية والنفع. فلا يعقل يقول أحد المواطنين أن تكون المحمدية ثاني مدينة صناعية بالمغرب بما يعنيه ذلك من مدخول هام من ضرائب وجبايات في صناديق مختلفة بالمدينة، وأن تبقى بدون أمكنة توفر للأطفال أماكن ترفيه والتثقيف معا باعتبار ذلك حقا من الحقوق الاجتماعية. عرفوا الرأي ديالك في هذه الحديقة. خصو يديروا ألعاب للدراري باش يلعبوا ويديروا باش هاد البلاصة باش ما بقاش يطيحوا الدراري كيتجرحوا. إيوا صافي الكراسي ما كنلقاوش باش نريحوا والدراري ما كنشوفوا نتوما جالسين غير في الأرض. وخاصو حدا المسجد بعدا خاصو ينقيوها وخاصو يديروا الغاز وفين يجلسوا الناس. انت كتشوفي كلشي موسخ. المشكل جات في القلب ديال المحمديه وجات في الشارع. المحمديه كما كنعرفوا مدينه الزهر والمدينه الزهر وياش مدينه الحضور. اذا الكلمه اللي تبغي توصلي للمسؤولين. والله يزازين بخير يديروا الاطفال فين يلعبوا. ايوا الحديقه مهموله شويه ما كاينش مراقبه فيها. هاد اللعاب ديال الدراري كاع مهرسين كاين لا عساس لا والو. الازبال موجوده والناس انت تشوفي جالسين فوق الربيع ما كاين لا نظام لا والو. اذا بغونا الكلمه اللي توصل للمسؤولين. ايوا الكلمه الله يهديهم ولي يضرب علي على كرشه مابقاوش باغيين بصلاح الجميع. شكرا على الكلمه. واجدوا في مدينه المحمديه وكما كتشوفوا الازبال هنا وكهذا مهرسين هنا اللي كراسي مخسرين ودوك متقوبين ما كيلقاوش الدراري فين يلعبوا العسات وكاينين شماكري هنا يقدروا الدراري يشفرهم شي واحد بحال هكا. المراه كي جالسه في هذيك الطريقه ما كاينش كرسي فاش تجلس حشومه او. فهل يا ترى سيأخذ المجلس البلدي لمدينة المحمدية هذه الملاحظات بمحمل الجد ويستيقن من ثباته العميق ويعيد الاعتبار للمجال الأخضر للمدينة لتكون فعلا مدينة زهور على أرض الواقع لا بالشعارات أثناء المناسبات، أم سيظل في دار غفلون؟
We'll be right back.